لجهودها نتيجة إلى ثقة أعضاء المجلس. وأنا في هذه طبعاً في هذا الموقع لابد أن أنا أشكر زملائي الرجال اللي فعلاً وثقوا فينا وأعطونا هذه الفرصة. وطبعاً وجود الدكتور عبد العزيز أبو، وهو إحنا في المجلس الشورى نعتبره نصير المرأة، وهو أول الأعضاء اللي يعني الأعضاء في لجنة المرأة لما تؤسست، وكان له دور جداً بارز ولا زال، وهو من مناصري المرأة وحقوقها، ودائما داعم للمرأة كعضوة في المجلس في مجلس الشورى بأن هي تكون يعني أول شيء للدستور للاتفاقيات الدولية، وأيضا يكون متناسق مع التشريعات المحلية. المرأة حقيقة في السلطة التشريعية بذلت جهد كبير في هذا الموضوع، يعني كأعضاء بشكل متكامل من اجل ان احنا ننجز هاي التشريعات اللي انتم شفتوها واللي سمعتوا عنها بالشكل المطلوب، بالاضافه ان كان لنا دور كبير يعني في او يعني النساء في مجلس الشورى في اقتراح القوانين في سن التشريعات. انا اشوف هذه العوائق والتحديات مستقبلا في طريقها الى الزواج، في هناك وعي مجتمعي، هناك يعني حتى نهضت القوة، لأن المرأة البحرينية عندها إيمان بقدراتها، المجتمع يؤمن بقدرات المرأة البحرينية، هناك دعم من القيادة، دعم من المؤسسات الحكومية، دعم أيضا من الجمعية مؤسسات المجتمع المدني. فإن شاء الله يعني أنا يعني مستقبلا أرى يعني مستقبل مشرق أمام المرأة في وصول يعني بأعداد كبيرة إلى مقاعد المرأة إن شاء الله. بكل الجهود المبذولة ما زال هناك طموح أكبر، وما زالت الرؤية الاستراتيجية المطلوبة للمرحلة اللي احنا حاليا فيها نبغيها تكون أكبر وأكثر وأكثر دقة، والرؤية تكون أكثر وضوح، والاستراتيجية والخطة تكون أكثر دقة واستمرارية فيما يخص حطوا يدكم كلكم. تفضلوا حطوا يدكم على السكين قطعوا. نعم Thank you.
الدخلات يا جماعة حاضر إن شاء الله إن شاء الله. أول شيء بنحط قواعد المداخلة. سعادة النائب فاطمة البطل تتفضل تسلم شهادات المديرية. السادة بثينة تسلم شهادة تقدير الأستاذ ما صورني بس لا صورني عيسى نحن الأستاذ بثينة قاسم على إدارته وتقدم هذه الندب بصورة ممتازة. شكرا.